اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، تفضلوا شرفتونا. اول شيء بدي رحب فيكم ببيتي الصغير. انا اسمي هانيا قباني من لبنان. تقريبا لي بالبلد شيء 18 سنه بقطر. بلشت قصتي مع الطبخ مثل اي بنت، لما كانت اصغر من هيك تفوت تساعد امها بالطبخ، بس لما جيت لهون اضطريت اتكل على نفسي واطبخ. الطبخ بالنسبه لي هو تعبير عن حالي، فيني صارت فيني، ان كان حزن ولا فرح بحب فوت اطبخ. ما حدا يقول ما بعرف اطبخ، اي شخص بفوت على المطبخ بيعمل بيضتين بيعرف يطبخ. بس في عندك نوعين من الناس، ناس تعرف تطبخ اللي هي بتعمل المعادله 1+1=2، وعندك ناس بتحب الطبخ، يعني بتحب الطبخ بنفس، بتعرف تطبخ بنفس بمشاعرها. اليوم نحن حلقتنا عن الطبخ اللبناني، وانا اخترت لكم 4 أكلات من لبنان. هلا بتفوتوا معي على المطبخ ونتعرف شو هن. تفضلوا. اول اكله لليوم حنبلش فيها هي السلطه، وطبعا هي السلطه مفتاح القبليه بتكون. اليوم سلطتنا هي عباره عن جرجير مع الشمندر، وهلا بنشوف كيف بنحضرها. رح نبلش هلا اول شيء معنا الجرجير. بدنا نحط فوق الجرجير الشمندر. الشمندر فيه فيتامينات كتير، وحتى الجرجير اي نوع خضره هو فيه فيتامينات ومنيحه للمعده، خاصه اذا كان فيها الياف. الفطر الطازه، الفجل، البصل الاخضر. بعد ما حطينا البصل الاخضر للتنكيح طبعا السماء، هو حسب الرغبه تحطوا حسب انتم ما بتحبوا. ممكن انا مثلا حطيت هلا حدود المعلقتين صغار. وطبعا في عندنا الجوز حامض معصور. انا ما كتير كترت حامض لانه السماء فيه حموضه، بيعطي حموضه للسلطه. وطبعا عندنا زيت الزيتون. انا بحب السلطه تكون فيها زيت، يعني ظاهر يكون. بس قبل ما نقدمها بدنا نحط على وشها جبنة فتة، كمان طيبة مع السلطات، ممكن تعطيها منظر حلو طعمة طيبة. وهيك سلطتنا لليوم صارت جاهزة. أكلتنا اليوم الثانية هي عبارة عن كفتة بالفطر. اول شيء خلينا ندق الثوم منيح. انا حطيت 5 سنين ثوم مع الزيت، زيت نباتي مش زيت زيتون. بنحطها ونضل نحرك فيها ليدبلوا الثومات شوي. المكونات الثانيه لهيدي الطبخه الكزبره الخضراء. بدنا نحط صلصه حمراء، وطبعا عندنا الحر المهروس. خليني احط الفطر كمان. هيدي الاكله بنحط لها شويه مرقه. نرجع نزيد زيت. بضلني هلا بقلب فيها حدود ال، يعني لتشوف الفطر بلش يدبل، مش انه كثير يستوي بس انه بلش يدبل. انا حضرت كفته. الكفته بنحط لها بصل وملح وبهار، بنعملها طابات مثل ما نكون شايفين. هلا بحطها فوقهم وبقلب فيهم منيح لنحس الكفته صارت اخذه من الخلاص الكزبره والثوم، تاخذ هيك من تنكيهتهم. اخر شيء حنضيف لها الحر والبندوره او صلصه البندوره. بدي احط لها هلا بهار حط معلقه صغيره صلصه. الصلصه مقدار فنجان قهوه بنحط لها.
هيدي الفليفل الحمراء المهروسة أنا حغطيها هلأ، وأنا بس طفيت تحتها بس لأن بعد الغاز حامي طفيت تحتها وخليها هلأ شوي المرقة الخلاصة هي تاعت التوم والكزبرة كلهم حيندمجوا مع بعض وتعطي نكهة طيبة. وهلأ طبختنا الثانية صارت جاهزة للتقديم. مثل ما ذكرت من قبل هي عبارة عن كزبرة وتوم وفطر طازة وكفتة، وهذا طبقنا الثاني صار جاهز. وطبقنا الثالث لليوم واللي هو الطبق الرئيسي بالحلقة المغربية. المغربية هي أكلة لبنانية وتحديداً أهل المدن اللي بيطبخوها. المغربية هي عبارة عن حبوب من العجين مدورة بتكون ناشفة أو أحيانا بتكون بعدها معمولة عجين يعني. مكونات تعيتها بتعتمد على بهارات الكراوية، ما منحط لها بهار تاني إلا الكراوية. خلينا نشوف هلأ كيف حنعمل على المغربية. أول شيء لأعمل الصوص تاع المغربية بجيب البصل اللي هو اللي حجمه صغير، بدي حط له زيت للقلي، بحطها هي ويابسة، بحط لها زبدة وطبعا بتحط لها شوية زيت. يعني أنا بدي ضلني أقلب فيها حمصها للمغربية حوالي 10 دقايق. هي وعم حمصها بدي حط لها كراوية، يعني قد ما فيني حط لها كراوية. خليني 3 معالق وشوي صغار. هون البصل تغير لونه كمان. أهم شيء لما بدي حط مرقة الدجاج للمغربية مرقة الدجاج تكون سخنة مش باردة. أنا هون سلقت الفروج من قبل وهيدي المرقة بتاعته. هلا عم بلش نحط المرقة. وهيك الحبة عم تكبر، حبة المغربية عم تكبر بمرقة الدجاج. بدنا نحركها منيح. المكونات الثانية للأكلة بدي حطها مع البصل اللي هي الحمص، حبوب حمص. فيكن أنتوا تسلقوهم، فيكن تجيبوهم على بخالصة. الكراوية مش بكل الأكلات بتستعمل، مش كل الطبخات، يعني هي الطبخات معدودة اللي بتستعمل فيها الكراوية. في عندكم الرز بفول والمغلي كمان. كمان الصوص، هيدا الصوص او الحمص والبصل بدنا نحط له كراوية. كمان شي 3 معالق صغار كراوية. وبدنا نحط لها من مرقة الدجاج. نحنا هلا الحمص عم بيستوي، هو حمص العلب بيكون 3/4 استوى يعني، بس اذا غليناه مع البصل اصلا البصل منه مستوي، البصل هو تقلى من برا بس من جوا بده بعد استوى. فهلا كلياتهم هن مع البهارات مع الكراوية مع الملح مع مرقة الدجاج كلهم مع بعض عم بيستووا، عم بياخذوا من نكهات بعض. فانا هلا بدي اتركهم
بدي غطيها ونتركها لتستوي. وهلأ طبختنا صارت جاهزة واستويت، سنحركها شوي. وهلأ بدنا نفضيها مفتوح يعني كبير. ومثل ما قلت لكم بأول حلقة، هي من الأكلات المهمة والمرغوبة، يعني أي أعراس، أي فرح، أي مناسبات كبيرة بيطلبوها للمغربية. أنا سلقت الدجاج، فيكن تستعملوا تحطوا صدورة، بس فيكن تحطوا فخاد تحمصوها بعد ما تسلقوها شوي، أو ممكن تحمصوها دغري بالفرن حسب كل واحد كيف بيحب هو طريقة الدجاج. وهيك طبقنا الثالث لليوم صار خالص، اللي هو المغربية. وصحة وهنا. اليوم اخترت لكم أنا أكلة أو حلو زنود الست. زنود الست فينا نعملها نحنا برقاقات اللي مثل هيدول، وفينا نعملها بورق الكلاج، وين اللي بدكم اياه، اللي أهين لألكم. أنا حضرت القشطة اللي هي عبارة عن كبايتين حليب سائل، منحط معلقة ونص طحين لكل كباية حليب، واللي بده يضيف لنكهة خاصة لهيدي القشطة بتشيلوا اللب تاع الخبز الفرنسي أو الخبز الفرنجي أو هو الصمون، بتشيلوا لكم مقدار كباية وبتحطوها مع الحليب والطحين، وبتضلكم تحركوا 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 لتحسوا إنه المكونات صارت سميكة. وآخر شيء لما تطفوا على تحتها بتحطوا لها ما زهر مقدار معلقتين كبار ما زهر. هعلمكم كيف الطريقة. أول شيء بنحط الحبة على شكل معين، السبرينج رولز أو الرقاقات. في طريقة، لأنه إذا برمتوها سكرناها هيك على القلي رح تفتح. شو بدنا نحط لها؟ إذا عندكم نشا بالبيت أو كورن فلاور، معلقتين صغار مع شوية مي، هيدي لنسكرها للحبة، لأنه هيدي مع لأنه النشا بمجرد ينشف بصير قاسي. هيدا طبقنا، بس طبعا بعده نيين، انا جهزت لكم من قبل كم حبه. هلا بدنا نقليهم، بس بتكون تنتبهوا كثير انه المقله لازم تكون كثير سخنه. انا راح بلش احطهم. انا هون القطر انا عاملته من قبل، وفيكم حتى تشتروه جاهز. القطر هو كتير سهل، كبايتين سكر وكباية مي، بتضلهم يغلوا مع بعض، بتحطولهم رشة حامضة صغيرة ليمسكوا على بعض، وطبعاً بتحطوله بقى ما زهر أو ما ورد، أنا بحب الما زهر معه حسب كل واحد كيف بحب. وطبعاً ما ننسى الفستق الحلبي للتزيين. وهيك وصلنا لختام حلقتنا. ان شاء الله اكون قدرت اقدم لكم المطبخ اللبناني بطريقه سهله وبسيطه، وكل ست بيت بتقدر تساويها. والف صحه وهنا، وكل سنه وانتم بخير.